مع مواصلة سلالة أوميكرون المتحور الجديد من فيروس كورونا، توسيع رقعة انتشارها لتشمل أكثر من 30 دولة، ما كان مستبعد للفيروس خرق حدودنا، خاصة وأنه ما في قيود على حركة الدخول للبنان عبر المطار. المسألة كانت فقط مسألة وقت وعملية ترصد، فالبي سي آر بيعطي نتيجة إيجابية لكن ما بيحدد السلالة. من هون أعلن وزير الصحة عن الاشتباه من دون ما يجزم حتى الساعة. نحن من يعني التتبع اللي عم بيصير خاصة للحالات اللي بتجي على المطار واللي نحن عم نعمله مع المختبرات في الجامعة اللبنانية وعم ينعمل عليهم فحوصات بطريقة مباشرة وغير مباشرة لحتى نعرف إذا كان ممكن أي من الحالات اللي وصلت على لبنان تكون هي أوميكرون. هنالك حالتين فيهم شك كبير أنه يكونوا هيدول المتحورات من متحور أوميكرون. القسم الترصد الوبائي اللي عنا في الوزارة تبع الحالات، الحالتين هن بصحة جيدة، العوارض خفيفة، وهن هلأ بحجر كامل من وقت ما اجوا على لبنان. هن لازالوا يلتزموا الحجر بحسب التعليمات الوزارة للقادمين إلى لبنان. شو هي المعايير يلي استندت إلى الجامعة اللبنانية خلال الفحوصات؟ أول حالتين بالتتبع الجيني تبعهم عن طريق البي سي آر، طبعا بطريقة غير مباشرة برجع بقول بيّن عنا وجود تعديل جيني معين موجود بالتحديد بالأوميكرون، في نسبة كتير عالية يكون هذا الشخص مصاب بهالفيروس. طبعا نحن تابعنا شغلتين أساسيتين اللي منقلهم للأشخاص اللي بالدومين، هيدا الاس نيجاتيف، والشغلة التانية الميتيشن K417N اللي هي تاني شغلة موجودة بكثرة بالأوميكرون مش موجودة بقية المتحورات. ليش الإعلان عن المتحور الجديد قبل التأكد كليا؟ وزير الصحة بعد التشاور مع اللجنة العلمية ولجنة اللقاح قرر أنه يعلن الخبر لسببين. السبب الأول هو لإظهار للبنانيين شفافية التعاطي. النقطة الثانية عسى أن تكون دافعاً للي بعدهم مترددين باللقاح وأنه لبنان محصن وأنه ما بيصير شيء، أنه يرجعوا يستعجلوا ويأخذوا اللقاح. لأنه آخر تقرير للأمم المتحدة من يعني منظمة الصحة العالمية منذ دقائق يعني أقل من ساعة تقريبا بيأكد أنه لهلأ ما في داعي للشك بفعالية اللقاحات. هل عملية الرصد رح تكون وسيلة لفرض إجراءات أكثر تشددا؟ الواقع اللبناني ما بيسمح لنا نسكر البلد ونقول بدنا نلغي موسم الأعياد ونقول ما بدنا نفتح المطاعم، لأنه العالم عم تفتش ما تخزني على لحظة من اللحظات اللي تشتغل فيها وتطلع قرشين لتعيش وتعيش عائلتها. فإذا التحدي الأساسي هو كيف نحمي العام الدراسي، التحدي الأساسي كيف نحمي الحركة التجارية والاقتصادية، التحدي الأساسي كيف نحمي موسم الأعياد اللي هو كتير مهم لأنه لعدة أسباب، وبالطبيعة التحدي الرابع بنفس الأهمية هو كيف نحافظ على كل هول ونحافظ على صحة الناس. الطريقة الوحيدة لنعمل هالشي دون أن نعطل الحياة هو أنه الناس يساعدونا كمان من قبلهم، اللي منهم طعم يطعم، يلي بدوش يطعم يعمل فحص ويفرجيه دايما بشكل دقيق، العالم تتجنب المخالطة غير المبررة. على مقربة أيام من الأعياد تخوف هو من استمرار ارتفاع الإصابات يلي رح يشكل ضغط هائل على القطاع الاستشفائي يلي تراجع بدوراته.